هل ترغب في تصدر نتائج البحث في اليوتيوب؟ هل تريد أن تتصدر كلمتك المفتاحية نتائج البحث مثل هاته وهاته وهاته أيضا؟ هل ترغب في تحقيق مرابح كبيرة من اليوتيوب؟ ستشاهد آلاف الفيديوهات في الويب العربي التي تتحدث عن نفس الشيء، ولكن أنت الآن مع شرح حصري من مدونة الأرباح، وبالدليل كيف يتم ذلك. تابع معنا الفيديو. أهلا بكم من جديد. نعم، كما كنا نقول، ما هي الاستراتيجيات المستخدمة لتصدر نتائج البحث في اليوتيوب؟ طبعا لو كنت أنت تتصدر نتائج البحث في اليوتيوب، فأكيد هذا سيدر عليك مالا أكثر، مشتركين أكثر يعني، وتفاعل أكثر، وستلاحظ نعم معي بالدليل. مثلما يحصل مع مدونة الأرباح، نحن هنا لا نشرح من فراغ كما تقوم به بعض الشروحات الأخرى التي تتحدث عن تصدر نتائج اليوتيوب، وهو لا يمتلك أي فيديو في النتائج الأولى. لاحظ معي هنا البيتكوين، أنا الأول، هنا أيضا كيورد خمسات، كيورد فايفر، كيورد أديومي، أيضا حتى كلمة فيزا كارد هي كلمة صعبة في البحث. لاحظ معي هذا الفيديو وهذا أيضا. إذا هذا أردت فقط أن أريه لكم كإثبات يعني على أن استراتيجيتي، والحمد لله فعالة. أولا، لتصدر نتائج البحث في اليوتيوب يجب أن تكون أو أن يكون الكيورد الذي تريد أن تتصدر به موجودا في عنوان الفيديو. فلو كان مثلا الكلمة المفتاحية التي تريد أن تتصدر بها نتائج البحث هي مثلا الربح من الإنترنت، طبعا يجب أن تكون هذه الكلمة موجودة في العنوان. فإن لم تكن موجودة، لن يستطيع يعني اليوتيوب أن يقيمها حسب ذلك، يعني لن يقيمها حسب يعني هذا الكيورد. إذن هذه النقطة المهمة رقم واحد. النقطة المهمة رقم اثنين هي بالنسبة لي وحسب تجربتي الخاصة، هي الصورة المصغرة للفيديو. لماذا الصورة المصغرة للفيديو؟ لأنه الصورة المصغرة للفيديو تساهم في تحسين ما يسمى نسبة الضغط على نسبة المشاهدة. يعني أنه لو كلما ارتفعت نسبة الضغط على نسبة المشاهدة، هذا دليل أنه هذا الفيديو يستحق أن يكون في مراتب أفضل. بمعنى أنه مثلا لو هذا هو الفيديو، لو كان متصدرا أو حتى لم يكن متصدر، مثلا مثل هذا الفيديو، و يعني لاحظ يعني محرك البحث في اليوتيوب أنه أغلب الناس عندما يقومون بالدخول على نتائج البحث أنهم يتجهون مباشرة للفيديو رقم اثنين أو ثلاثة أو أي فيديو من هؤلاء. يعني طبعا سترتفع نسبة النقر على نسبة المشاهدة، أي ذلك دليل ضمني أن هذا الفيديو أفضل بكثير من الفيديوهات السابقة، فبذلك سيقوم برفعه في اليوتيوب. نعم، ولماذا قلنا الصورة المصغرة؟ لأنه أنت كمستعمل يوتيوب بمجرد فتح نتائج البحث ستقوم مباشرة بالبحث عن أكثر صورة جالبة للانتباه، وبذلك ستقوم بالنقر عليها. لذلك احرص
أن تكون الصورة الخارجية للفيديو معبرة كثيرا عن الفيديو، أن تكون مختلفة، لا تحتوي فقط مجرد عنوان، حاول أن تكون صورة جذابة تجعل المشاهد يقوم بالنقر على نتيجة البحث الخاصة بك. النقطة الثالثة لتصدر نتائج البحث هي محتوى الفيديو. نعم، محتوى الفيديو مهم جدا في تصدر نتائج البحث. ستسألني وتقول لي كيف اليوتيوب أن يعرف أن هذا الفيديو مثلا أفضل من هذا، أو أن هذا المحتوى أفضل من الآخر. ذلك يكون بمعادلة بسيطة جدا، وهي عدد الدقائق المقضاة لمشاهدة الفيديو. فلو كان الفيديو يبلغ 10 دقائق، وأنه متوسط عدد المشاهدات أقل من دقيقة، سيعرف أن محتوى الفيديو غير مفيد، وأن الإنسان الذي يقوم بالدخول لهذا الفيديو لا يجد المحتوى الذي يبحث عنه، فيقوم مباشرة بالخروج. وكذلك بنسبة التفاعل، يعني بعد الدخول إلى الفيديو بالضغط على لايك، هذا دليل أيضا على أن الفيديو جيد جدا. وأيضا يعني الضغط على زر سبسكرايب هو مؤشر كبير على أن هذا الفيديو جيد، لأنه جعلك تقوم بالاشتراك في تلك القناة للحصول على جديدها. إذن سيقيم اليوتيوب أن يعني هذا الفيديو هو فيديو. العامل الرابع لتصدر نتائج البحث هو عوامل السوشيال ميديا. نعم، كل فيديو يحصل على سوشيال سيجنال، أو يعني نشر عن طريق فيسبوك، عن طريق جوجل بلاس، عن طريق تويتر وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، هذا دليل ضمني أن هذا الفيديو جيد. فإنه إن لم يكن جيدا، لن يقوم يعني المستخدم أو من شاهد الفيديو بنشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. لاحظوا معي مثلا هذا الفيديو كيفية الربح من خمسات، أو الذي أتصدر به يعني خمسات الكيورد. هنا سأدخل إلى هذا الموقع، طبعا كالعادة كل الروابط ستجدونها أسفل الفيديو، وسأضع رابطه هنا، وسيقول لي هذا الموقع كم تحصل هذا الفيديو على يعني نسبة نشر في مواقع التواصل. لاحظوا معي أنه يقول لي هذا جيد، فقد تحصل على 1416 نشر، 760 في فيسبوك، 641 في جوجل بلاس، أيضا هناك لينكدين وستمبلبون. وستلاحظون أن هذا العامل رغم أني قيمته أن يكون العامل الرابع في تصدر نتائج البحث، هو من أهم العوامل التي أيضا تساعد القنوات الكبيرة لتصدر نتائج البحث، مثل القنوات المعروفة تقنيا مثل قناة الأخ رغيب أمين أو الأخ حوحو مثلا. لو كتبنا هنا الربح، عفوا الربح من الإنترنت، نعم سنلاحظ أن يعني الفيديو للأخ رغب أمين هي الأولى، كما كنت أقول منذ قليل، يعني من سردت يعني العوامل السابقة منها طبعا الكيبورد في العنوان. سأقوم بنسخ الرابط وسأذهب إلى هنا كي أرى كم تحصلت هذه الفيديو على نشر. ولاحظوا عني يعني بسم الله ما شاء الله 2500 نشر في مواقع التواصل الاجتماعي. إذن بكل بساطة القنوات الكبيرة أو الصفحات التي تمتلك قنوات كبيرة سواء في جوجل بلاس أو في فيسبوك خاصة، لها أسبقية على المواقع الأخرى في تصدر
النتائج في اليوتيوب، لأنه بكل بساطة ستمكنك من الحصول على نشر كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك طبعا التصدر في نتائج محركات البحث في اليوتيوب. العامل الخامس والأخير لتصدر نتائج البحث هو عامل الباك لينكات والحصول على الإشارات من مواقع البوك ماركينج. إن الباك لينكات تساعد كثيرا في تصدر نتائج اليوتيوب، مثل ما تفعلها أيضا في نتائج البحث في محركات البحث أيضا بصفة أقل، لذلك رتبتها في المرتبة الخامسة في اليوتيوب، ولكنها مهمة جدا وستساعدك أيضا في يعني تجاوز منافسين آخرين. وهنا سأترك لكم هذا المقال الذي وضعت فيه أفضل مواقع البوك ماركينج حسب الدومين أوثوريتي الخاص بها، والتي تستطيع إن شاء الله إنشاء حسابات فيها ووضع روابطك فيها، مثل موقع يعني ديليسيوس أو موقع ريديت أو غيره. تقوم بنسخ الفيديو الخاص بك بعد أن تقوم بتحميله في يوتيوب، ثم تقوم بنشره في هاته المواقع، وأيضا تحاول أن تبحث أيضا عن باك لينكات جيدة وتكون عالية الأوثوريتي، وذلك سيمكنك إن شاء الله من تصدر نتائج اليوتيوب. إذا أتمنى أن الدرس لهذا اليوم قد كان مفيدا للجميع. إن أعجبك درسنا لا تنسى أن تضغط على زر لايك، وإن لم تكن مشتركا سابقا في مدونة الأرباح الضغط على زر سبسكرايب. شكرا لمتابعتكم.